نروح بقى للتفاصيل. وفي هذه الأثناء الأهلي بيؤدي مرانه الأخير والختامي على ملعب الأول بارك، ملعب مباراة نهائي كأس مصر أمام الزمالك. وخلاص أكيد مارسيل كولر المدير الفني للأهلي استقر على خطة اللعب والتشكيل اللي هيلعب بيه المباراة دي. زي ما حضراتكم شايفين معانا على الشاشة، هو ده التدريب حالا. دي تدريبة امبارح، دي أول تدريب في المملكة العربية السعودية امبارح، لكن في التوقيت اللي احنا فيه دلوقتي الفريق توجه للملعب وبيبدأ تمرين. في التوقيت اللي احنا فيه دلوقتي اللي انا بكلم حضراتكم فيه على الهواء، يمكن بعثة الأهلي وصلت امبارح المملكة العربية السعودية والفريق خاض مرانه على ملعب المباراة زي ما حضراتكم شايفين اهي، والمعنويات مرتفعة جدا لدى البعثة بالكامل. أجواء رائعة بنشوفها بين الأهلي والزمالك، وده يدعو للتفاؤل اننا نشوف مباراة كبيرة، وطبعا نتمنى انها تنتهي بتتويج النادي الأهلي بكأس مصر. طبعا يمكن الأجواء داخل معسكر الأهلي إيجابية جدا، بنشوف كابتن الفريق طبعا كابتن محمد الشناوي رغم اصابته ومراحل التاهيل بيتواجد في مقر اقامه الاهلي لدعم اللاعبين قبل مواجهه الزمالك، وده دور كبير بيقوم به الشناوي، ودي طبيعته، دي طبيعه شخصيته. يعني اكيد خلال حلقتنا هنروح للسعوديه ونطمن على كل جديد يخص بعثه النادي الاهلي، ولكن عندي كلام عايز اقوله كمشجع اهلاوي. يعني احنا شايفين طبعا الاجواء اهي زي ما حضراتكم شايفينها معانا على الهواء، حاجة في منتهى الروعة، التفاؤل والهزار، حتى التنشانة بتاعت ماتش الأهلي والزمالك مش موجودة، ودي حاجة كويسة جدا. كمشجع بقى أهلاوي، جمهور الأهلي دلوقتي ما بيفرقش مين هيغيب عن القايمة ومين هيكون موجود ومين هيلعب ومين مش هيلعب، كل ده مش مهم. جمهور الأهلي كل اللي بيفكر فيه دلوقتي هو دعم وتشجيع الفريق وأي 11 راجل في الملعب لابسين تيشيرت النادي الأهلي عشان نكسب المباراة ونتوج بكأس مصر. الأهلي دايما بمن حضر، كل لعيبه النادي الاهلي على قدر المسؤوليه، وده اللي تعودنا عليه يعني. واللعيبه دي جابت بطولات كتير، لكن عمرنا ما بنشجع او بنتابع بنشجع يعني بنشبع بطوله، دايما ما بنشبعش بطولات. مهما اخذنا بطولات احنا عاوزين اكتر، عاوزين نحقق ارقام قياسيه، عاوزين جمهور الاهلي دايما فرحان. فهي دي العقليه الاهلاويه، العقليه الاهلاويه اللي وصلتنا للمرحله اللي احنا فيها دي. كسبت بطوله عاوز اللي بعدها على طول، انا نسيت كل اللي فات النهارده، بقى ارقام وتاريخ، وانا عاوز الحاضر دلوقتي، عاوز البطوله اللي قدامي دلوقتي حالا. كاس مصر بطوله احنا كسبناها السنه اللي فاتت على حساب بيراميدز، السنه دي باذن الله نفوز بيها على حساب نادي الزمالك. يمكن كاس مصر هي البطوله الاعرق في تاريخ الشرق الاوسط بالمناسبه على صعيد كره القدم. يعني خلونا نروح للتاريخ شويه، لان دايما التاريخ في صف النادي الاهلي، ودي نتيجه العقليه الاهلاويه اللي اتكلمت عليها، اللي هي جيل بيسلم جيل، عقلية الانتصارات والبطولات. ومن ده من زمان قوي، ده من تقريبا من 100 سنة واكتر كمان على صعيد منافسات بطولات كرة القدم اكتر كمان.